كثير مننا او كثير من الناس عمال يفكروا يبداوا بمشروع التجاره الالكترونيه، ان كان الامازون اف بي اي، اي باي، دروب شيبينج، تفتح موقع خاص فيك وتبيع فيه اي نوع من انواع الاي كوميرس بشكل عام. في امور واشياء لازم تخليها ببالك وتكون واضحه لك انت قبل ما تبدا هالمشروع هذا. رح اعطيك مثال لحتى تعرف انت شو قصدي انا بهالكلام هذا. الشخص لما بفكر بقول لك انا ما عاد بدي اشتغل عند حدا، بدي ابني شغل، بدي اعمل مشروع خاص فيلي انا، يجيب لي بيوم من الايام مصاري اشتغل عليه، اعمل قاعده اشتغل عليها وخليها تكبر 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 لحتى بيوم من الايام كبر مشاريع يصير عندي شغل خاص فيه. بفكر اول شيء بالاي كوميرس، بالتجاره الالكترونيه. خلينا ناخذ على سبيل المثال انه يبيع على امازون اف بي اي. حلو، هذا التفكير جميل جدا وممتاز لحد الان، ما فيه اي اغلاط ولا اي مشاكل. بصير بفكر بالخطوه اللي بعدها. حلو، معناها انا بفوت على علي بابا بنقي منتج حقه 2 3 4 5 6 وببيعه 15 20 25 30 40 وبيطلع لي ربح منه. في ناس بتفكر فعلا الموضوع سهل بكل بساطة، انك انت تروح على علي بابا تجيب مونتاج تاخذ الصور تحطه على امازون وتبيعه وخلص ضربت معك. لو يا صديق يا صاحبي انت كون حكيك على ثقة، والله محكيك على ثقة، انا صار لي سنين عمال اشتغل بالمشروع هذا وبالتجارة الالكترونية وبعرف انه هالكلام ما بصير بهالسهولة هاي انك تجيب منتج وتحطه، وخاصة للناس اللي ساكنة بألمانيا. في اشياء وراء هالمشروع هاي لازم تفهمها، زائد شوف ركز معي، زائد المشروع نفسه، يعني عندك شغلتين لازم تفهمها. كيف تشتغل انت على امازون او كيف تبيع او كيف تعمل هالمشروع البزنس هذا، مشروع تجارة وتشتغل عليه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، انت بألمانيا، ألمانيا ما بتتركك تشتغل وتاخذ مصاري وتعمل اللي بدك اياه على كيفك، بقول لك ستوب هالت. صف عندك طريقتين، يا بتشتغل صح يا بتشتغل غلط. اشتغلت غلط وقتها توقع يصير معك 99% مشاكل ويصير عندك دفع بعدين ترجعه لمكتب الضرائب ولا 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 الى اخره وراح يفشل معك. وركز معي بهالنقطه اكثر، لما بتكتر الشغلات بمخك وبراسك وبتكون انت مالك عرفانه ومتعلمه قبل ما تبلش هالمشروع هذا، والله راح تضيع، راح تضيع، بدك تكون فعلا مصحصح فيها بشكل. يعني خلينا اتعمق اكثر. النقطه الاولى اللي انت لازم تفهمها انه انا كيف بدي ابني مشروعي الاي كوميرس. حلو، هاي النقطه تحت النقاط كثير لازم تفهمها. المنتج كيف بدي اجيبه، منين بدي اجيبه، شو بدي افتح، كيف بدي افتح حساب بالامازون، شو الاوراق المطلوبه مني. احكيك بس بالامازون، انا ما عم اقرب على شيء عن الخيار الثاني اللي هو المانيا والضرائب ومكتب العمل والى اخره، ولكن بس أجل. الماركتينج، الليستينج، لما بتختار فعلا الناس المنتج توصل للليستينج وهي بوقف بقول لك طيب بحط صور وبكتب كلمتين تحته. هذا الكلام انتهى، نحن هلا بسنة 2023 انتهى، ما عاد في شيء اسمه انا اجيب الصور اجيب المنتج وحطه الناس، يعني ما حدا عمال يستناك يا صاحبي او يا صاحبتي انك انت تجيب المنتج هذا ب 2 يورو وتبيعه ب 15 ب 16 ب 20 شو ما كان لحتى يشتروا منك. ما حدا عم يستناك انك انت تعمل زلب شتندش كايت بالاساس لحتى يشتري منك. ما حدا راح يتمنى لك انت النجاح اذا انت لحالك ما عرفت تحققه. ما حدا راح يدعمك بعدين لما بتبلش يقول لك ان شاء الله خود هاي مصاري استثمر جيب انا بساعدك. ما حدا راح يقول لك هذا، انت اذا لحالك اذا ما فهمته وتعلمته ما راح ينجح معك المشروع بشكل صحيح. الليستنج لحالها عباره عن شو بقول لك، والله في ناس يعني بتدفع مصاري الليستنج 400 500 يورو لحتى يعملوا لهم اياها بس لحالها، لانه هي استراتيجيات. اعطيك مثال، اقرب لك، اعطيك مثال مشان تفهم انا شو قصدي بهالكلام هذا. في منتج عليه مثلا الاف التقييم ومقديم بالسوق وموجود والناس بتشتريه. حلو، واكيد لما بيجي منتجك جديد انت لسه ما فيه كم صوره وكم شغله وكم هاي، ما حدا راح يطلع فيك، ولكن انت هون بدك تشتغل على استراتيجيه انه هذا منتج جديد انا منزله على السوق بسنه 2023. انت يا زبون او يا زبوني، إذا بتحب المنتجات القديمة اللي صار لها 10 سنين بالعمل أمازون كل البشر أخذتها، تفضل روح اشتريه. وإذا أنت حابب تاخذ منتج جديد نازل على السوق مثل الماركة، حتى لو كان مثل الأديداس، يعني مثل سيارات مرسيدس، اشتري جيب سيارة مرسيدس جديد، تشتري ناس جديد ما قديم، عرفت شلون؟ بدك تشتغل على الاستراتيجية هي. طيب فهمت هالمشروع هذا وعرفت شلون استراتيجية وعرفت تفتح الحساب وتعمل الماركة وهول الأمور، ما صار معك أمورك 100%. عندك نقطة ثانية وهي فعلا أهم، انا بالنسبه لي بعد هالسنين هاي عم اقول لك انه هالنقطه هاي اهم لنقطه المانيا بشكل عام، الضرائب، الشتاير، البغاتار، الاوراق، الرشنونج،
كشركة انت بالاساس شو لازم تكون؟ انت كلاين انترنيه ولا انسن انترنيه ولا كي ام بي ها ولا شو لازم تكون؟ هاي لحالها في كورسات انا عاملها كمان من زمان حتى اتعلم. انا موجود بألمانيا وساكن وعندي مكتب وعندي بزنس وعندي كثير اشياء. انا اذا ما تعلمت وفهمت انا شو عم اعمل من وراء الكواليس، عم حكيك انا عم حكيك من وراء الكواليس، وما عرفت اشتغل فيها بشغل صح بشغل صح، معناها انا عندي مشكله. انا اذا الاوراق الفواتير الضرائب ما فهمتها، هي معناها انا ما حدا بالبدايه بجوز ما حدا يسال عنك لان بعد ما كيفاب، ولكن بعدين بالسنه اللي بعدها راح يجي الفينانس بقول لك تعال بس ما اوف يا صديقي، يا صديقي انت عامل كيفاب هون وحاكي انك بدك تشتغل، احنا عاطينك الاوراق ورجينا انت شو عملت. اذا ما عندك اثباتات والله بيجوا بيوينك بينكشوك نكش، بيعملوا لك مشاكل، بتسكر المشروع، بتسمعك وبتقول يا ريتني انا بالبدايه ما نبلش. او اذا غلطت بغلطه ومانك عامل فرزيشر ومانك عامل تأمين حسب المنتج انت عندك، والله اذا حدا اشتكى عليك تجيك الاف وانت مانك عرفان من وين وليش وغلطت، اه مالي خبر، ما في شيء اسمه ماله خبر. القانون لا يحمي الاذكياء، خلينا نقول تمام، ما بهمه اي شخص، وخاصه المحامين. والله في محامين قاعدين شغلتهم بس يدوروا على اخطاء الناس، وخاصه تبعت التجاره الالكترونيه والايكوميرس، ويجيبون ويبعثوا لهم مخالفات، تجيك بريف لعندك اصفار بتصير معك مشاكل. هاي الامور كلها اللي هن ما اقول لك، خلينا نقول هالتنتين هدول، انشاء الشركه، الزلبشتندشكات، هاي الكلمه ركز فيها والله العظيم اهم من البزنس نفسه، الزلبشتندشكات زائد مشروع الاي كوميرس تبعك، ولا اذا بدك تفتح شركه ترانسبورتر انت تشتغل بالتوصيل، ولكن على بازس اللي هو الزلبشتندشكات في كتير اشياء لازم تفهمها، في امور لازم تتعلمها حتى ما يصير معك مشاكل واغلاط على الطريق. طيب هذا الكلام جميل، انا اسمي سليمان السريني وصار لي سنين عندي كذا مشروع وكذا شركه، وخاصه مو وحده منهم هي التجاره الالكترونيه. وهلا بتسال نفسك انا كيف فيني يساعدني هذا الشاب العمالي يحكي، او كيف نساعدك؟ انا يا صديقي بساعدك بكل بساطه، لو انت وخاصه ركز فيها هاي للناس فعلا فرصه وببلاش، ما بتدفع ولا ليره، وراح تكون مباشر اذا انت على مكتب العمل اللي هو الجوب سنتر، او على الاجنتور فور ارابيت، او انت بشغلك عمل لك كونديغونغ، او عملت كونديغونغ، او انت طالب ما عندك شيء، او خلصت الاوس بيلدونغ وده في انواع، وبدك تسجل بالجوب سنتر بالاجنتور او مسجل عنه، انت بحق لك 100% تقدم انتراك لفايتر بيلدونغ. انا عندي الفايتر بيلدونغ او هذا التعليم اللي هو له علاقه بالتجاره الالكترونيه بالاي كوميرس زائد انشاء الشركه مع البزنس بلان كمان، هذا كله من ضمن الكورس. هذا الكورس لك مجانا بعد ما وفقت الجوب سنتر، يعني بنقدم بتقدم طلب للجوب سنتر بتقول له انا عامل هالفايتر بيلدونغ، بقول لك تمام، مين هو هذا التريجر او مين هو هذا البيلدونغ تريجر اللي انت بدك تسوي عنده هالماسنامه او هالدوره هي لتتعلم؟ بتحكي معي انت، بتخبرنا واتساب لحتى اشرح لك شو التفاصيل، شو رح تصير العمليه هاي. انا شركه مرخصه من الجوب سنتر ومن مكتب العمل ومعي شهاده من ديكرا، بحق لي اقدم هالمعلومات واقدم هالكورس هاد لإلك اللي هو مدته 80 درس، بصير بطريقين. الطريقة الأولى لو أنت ساكن ببرلين أو براندنبورغ، تجي لعندي المكتب لهون، المكتب هذا الكبير، وبصير التعليم مباشرة عملي خلال 80 درس معي أنا شخصيا. في حال أنت كنت ساكن بمكان بعيد بألمانيا، عفوا يعني بشتوتغارت وأنا ببراندنبورغ، تمام، ما فينك تجي لعندي كل يوم، راح تصير التدريب هذا الزوم مباشرة عن طريق الكمبيوتر كمان معي شخصيا لايف. راح تتعلم فيه نظري وعملي عن كل شيء حكيت عنه. طبعا انا في عندي ليستنج او سكريبت بشتغل عليهم 30 صفحه، هذول 30 صفحه راح تفهمهم انت بشكل نظري وعملي لحتى تبلش مشروعك هذا، تكون فهمان هالاخطاء وتبعد هالاخطاء كلها هي عن الطريق. لما بتخلص هالكورس تاخذ شهاده، بزمين عليكم الفيديو شايفها هاي اللي فوق، تاخذ شهاده معترف عليها من اكاديميه كافي بي اس، اسم الشركه اللي عندي انا اللبنانيه، مرخصة مكتوب فيها بالضبط شو تعلمت وشو اشتغلت، وهاي الشهادة بتحطها للبيفابونج او للانترلاجن اللي عندك لأوراق، وبتورجيها للناس انا عملت كورس، تعلمت الاي كوميرس، تعلمت الزلبشتندشكات، الجروندونج، البزنس بلان مكتوب فيها بالتفصيل انت شو تعلمت وشو استفدت، وهي بتحطها لشهاداتك اللي معك، وحتى السوشيال ماركتينج كمان بقلبها. الو، وبعدين بس تتخلص صار الطريق عندك سهل وفهمت وتعلمت كل شيء، وبتقول يا رب. في حال بعدين انت صار معك شيء لا سمح الله، طبعا اكيد شو بقول لك ركز فيه، لما بتعلم بدرس معك، تدرس معي 80 درس، راح يصير في شيء مثل اسمه الفرويندشافت، مو مثل اسمه الفرويندشافت صداقه،
لانه 80 درس انا معك، فتحكي لي كثير عن حالك، احكي لك اتعرف على كل شيء. فلو بصير معك بعدين شيء، انت كصديق اخي لا تخبرني وتقول لي انا صار معي المشكله يا سليمان كيف بدي احلها، شو بدي اسوي. اكيد ما راح اقول لك لا اجلت 5 دقائق 10 دقائق، عرفت كيف؟ يعني معك حتى بالفتره اللي بدك تبلش فيها بعدين، تمام؟ طيب شو طريقه التسجيل وكيف بدي ابلش انا سليمان؟ الطريق بكل بساطه سهل كتير. عندك طريقين، يا اما بتخبرني لحتى نحكي، لو عندك اسئله بتخبرني، رح تلاقي رقم الواتساب تحت او الموقع تحت، بعد رسالة واتساب بتقول لي يا سليمان انا شفت الفيديو تبعك مهتم وحابب ابلش المشروع هذا، بخبرك مكالمه بحكي معك لحتى افهم انك شو الترتيب وشو ممكن ساعدك، اذا بالاساس بيمشي الحال تسجل ولا لا. في عندك نقطه ثانيه، لو انت مسجل بالجوب سنتر او بالاجنتور بتفوت على الموقع كمان اللي هو كافي بي اس جروندوم سكوتشنج، بتلاقي في انجبوت عرض عباره عن 3 اوراق. هذول 3 اوراق معبيات جاهزات وانجبوت خاص لك مشروع، في كل شيء محطوط، الماسنا من نمر، يعني لما بتاخذه بدق الموظف الرقم بقول لك اه تمام ابن السلقين نحن بنعرفه مسجل عنا واموره كلها تمام بنعرف وواثقين فيه وبلده مستريكر معترف فيه عندنا بكل المانيا. بتقدم 3 اوراق، بتعبي الورقه الاولى هي سهل الاسم والتوقيع، بتقدم 3 اوراق ولكن يفضل تحكي معي لحتى اخبرك انا شو تحكي معاه لما انت تروح في محل بعت وراك او تعال لحتى نشوف انت شو بدك تفكر، شو عم تفكر، شو بدك تعمل، شو بدك تسوي لحتى ساعدك انا تعرف شو تقول لهم وتاخذ الموافقه وتبلش بهالمشروع هذا. عمال انتظر مكالمتكم، انتظر الواتساب تبعك، او قلبك او قلبك، ولا تخلي الخوف دائما بقلبك والله بخاف ومعي، ولا تخاف لا تخاف. اذا خايفان من شيء تخسروا 5000 يورو دول بدك تبلش فيهم بعدين، بلا هون انت جربت شيء بحياتك. لا تكون من الناس اللي في بقلبهم خوف انه يخسر 3-4000 ولا 5000. خلي ببالك نقطه وحده، انا بدي ابلش هالمشروع هذا وابدا فيه، في حال نجح هذا الشيء ممتاز، انت ما خسرت شيء، انت نجح مشروعك، ولكن انت بتخسر لما ما بتبلش تقول يا ريتني من زمان متعلم ومبلش وباني هالمشروع هذا. حتى هلا صار 2026 2027 صارت الامور تمام وعم اشتغل مبسوط، وصار عندي زي البشتين شكايه خاص فيه بالمانيا. بدنا نحكي أكثر من هيك، بتمنى لكم التوفيق ونشوفكم إن شاء الله على الواتساب ولا على الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.